<مترجمة> <مترجمة> تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعال لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي باد تعال لنرفع شان الحياه بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالس ملح البلاد فأنصت تفوز بالهدى والرشاد تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إخوة المشاهدين الكرام نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية الأخلاقية طبعا التربية الأخلاقية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث كثيرة يعني السيدة عائشة قالت كان خلقه القرآن الكريم يعني امتثالا للأوامر اجتنابا للنواهي والله سبحانه وتعالى قال وإنك لعلى خلق عظيم قالوا أي لعلى دين عظيم قال بعض العلماء وأيضا في امتثال الاوامر واجتناب النواهي وجمعت الآية الكريمة مكارم الأخلاق لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يعني خذ الأسهل للناس وعدم تتبع عوراتهم ولا والقبول العذر أعذارهم والعفو طبعا المعروف ما جاء في الشريعة وأعلى مراتب العفو دعوة لتوحيد الله وحقوق العباد والمعبود سبحانه وتعالى وأعرض عن الجاهلين أي الناس السيئين في الطريق من باب كظم الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والرسول صلى الله عليه وسلم في داهو أبي وأمي يقول أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله عز وجل وحسن الخلق والرسول صلى الله عليه وسلم يقول آه آه عليه الصلاة والسلام يقول أن حسن الخلق يصل إلى درجة الصائم القائم والرسول عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق أعلى درجة في الجنة الفردوس الأعلى لمن حسن خلقه وأحبكم إلي وأقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا فموضوع الخلق أمر عظيم والرسول صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق وهي معنى ذلك والأخلاق شاملة في الإسلام تدخل في جميع نواحي الحياه، والتربيه القرانيه التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع اصحابه اعتمدت على المزج بين الجانب العقائدي وجانب العبادات وجانب الاخلاق، فالاخلاق هي عباده من جانب لان فيها وفاء مثلا توحيد الله سبحانه وتعالى فيها معنى الوفاء وفيها معنى الشكر لله وفيها معنى الاعتراف بالجميل. الذي اوجدنا من العدم، ولهذا القرآن... الايات القرانيه تجد هذا المعنى واضح، لما الله يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالصلاه لها خلق من اخلاق الصلاه الخشوع، والذين هم عن اللغو معرضون، الكلام له خلق من, ال... من من منه الابتعاد عن اللغو الذي لا فائده فيه، والذين هم للزكاه فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، وممارسه الجنس لها اخلاق وهي الالتزام بحدود الله سبحانه وتعالى، والذين هم لاماناتهم راعون، والذين هم على صلاه، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، فالامانه والعهود هذه من الاخلاق المسلمين مع الناس ومع فالاخلاق جزء من العباده. والاخلاق في الاسلام التي ربى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه هي ثمار من ثمار التوحيد والايمان بالله فبالتالي هي ركيزه اساسيه في حياه الناس تدخل في نواحي الحياه سواء كانت هناك اخلاق سياسيه هناك اخلاق اجتماعيه هناك اخلاق اسريه هناك اخلاق عسكريه فهذه المنظومه التي تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم وتجد أيضا روافد من روافد الأخلاق السير القصص القرآني غني غنى عجيب بالأخلاق لما قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة جمعت فيه خصال من خصال الخير في شخصية سيدنا إبراهيم عليه السلام الأخلاق في الإسلام جزء من هي عبادة ومرتبطة بالعقيدة هذه تربيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان ومصدرها رباني ثابته غير قابله للتغيير ولا للاهواء ولا للاجتهادات وبالتالي مصدرها من عند الله سبحانه وتعالى وذكر القران الكريم وصول الاخلاق في ايات كثيره ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذو القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون فجمعت مجموعة من الأخلاق الإيجابية الموجبة وحذرت من الأخلاق السالبة الأخلاق في القرآن الكريم لها علاقة بالمعتقد لما قال الله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وبالتالي التأمل والتفكر هذا خلق من اخلاق المسلمين وعباد الرحمن اضافهم الى نفسه سبحانه وتعالى اضافه تشريف وتكريم ومنزله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا هذا خلق التواضع وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه هذا في النهار اما في الليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وبالتالي هذا والايات التي جاءت بعدها بينت أهمية التوسط في الإنفاق وبينت أيضا ولا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يبقى الأخلاق ركيزة مهمة وأصل أصيل في هذا الدين وهو شريعه يتعبد بها لله سبحانه وتعالى وثمره من ثمار التوحيد، وكلما ازداد ايمان المسلم وتولدت المراقبه والخشيه والخوف والرجاء، كلما انعكس ذلك على اخلاقه هكذا في سيره رسول الله ومع اصحابه رضوان الله عليهم. نعطي مجال ان شاء الله للمشايخ الكرام ليعلقوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيه اصحابه على الاخلاق النبيله والصفات الحميده والكريمة تفضل الشيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم انتهز النبي صلى الله عليه وسلم كل الفرص لإكساب من حوله ومن يسمع كلامه هذه الأخلاق الرفيعة بكل الوسائل فجعلها معيارا للفضل فقد صح في سنن الترمذي بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وكذلك جعلها معيارا في الاختيار في الزواج، فقال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه وإلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقد قال الحافظ بن حجر في الفتح الخلق هو وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح. وصفنا من المروءة يحمل صاحبه المتصف به على ارتكاب الحميد وهو ما جمل بين الناس وعلى اجتناب القبيح وهو ما ذم بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم انتهز الفرصة في هذا لهذه الأخلاق الكريمة عندما قتل اليهود عبد الله بن سهل فجاء أخوه عبد الرحمن مع ابني عمه حويصة ومحيصة بن مسعود وكان أكبر منه جعل عبد الرحمن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فأفاده هذا الخلق الرفيع كذلك عندما كان عمر بن أبي سلمة وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معه ومع غيره فكانت يده تطيش في الصحفه قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فعوده على هذا الخلق الرفيع والادب في مواكله الاخرين كذلك عندما دخل عليه المغيره بن شعبه رضي الله عنه وقد طر شاربه فغطى شيئا من شفته اضجعه على وسادته واخذ سواكه واخذ شفره فزج حتى جزه حتى بدا شاربه فلم تزل تلك قصته بعد، وصار المغيره دائما لا يقتص لا يقص شاربه الا على سواك وشفره، لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل به. عندما مر ابن عمر امام بيت حفصه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يرخي ازاره وهو شاب. قال له يا عبد الله ارفع ازارك فرفعه فوق الكعبه فقال زد فزاد فقال زد فوصل الى نصف الساق. فجرح ابن عمر ساقه ليعرف المكان الذي امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصل اليه دائما جرح ساقه ليعرف هذا المكان والمأذون فيه. في هذا هذه التربيه بالاخلاق ربى عليها كل من حوله ربى عليها امهات المؤمنين قال لعائشه رضي الله عنها ما كان الرفق في شيء الا زانه وما كان الخرق في شيء الا شانه. وربهم بالقدوة والعمل الصالح يقول أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء تركته لما تركت هذا الخلق العجيب أكسبهم إياه فكانوا يكتسبونه حتى إن أهل الحديث يذكرون أن هذه الأخلاق تتوارث فيقولون رب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود فكان يشبه هديه ودله وخلقه ورب ابن مسعود علقمة فكان يشبه هديه هو وذله هو وخلقه، وربى علقمة ابراهيم فكان يشبه هديه هو وذله هو وخلقه، وربى ابراهيم النخعي منصور بن المعتمر فكان يشبه هديه وذله وخلقه، وربى منصور سفيان الثوري فكان يشبه هديه هو وذله هو وخلقه، وربى سفيان الثوري وكيعا فكان يشبه هديه وذله وخلقه، وربى وكيع احمد بن حنبل فكان يشبه هديه هو وذله هو وخلقه. وربى أحمد بن حنبل أبا داود فكان يشبه هديه هدى له وخلقه فيكون هذا ال... بل... هذه القدوة متوارثة بهذه التربية نعم تفضل يا أخ الدين دكتور مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم انطلق من كلام الشيخين الشيخ علي والشيخ محمد في الخلق في السنة تأصيلا وتقريرا وسندا آخر ما ذكره فضيلة الشيخ أن الخلق سند فالسند سند الرواية والدراية وسند القرآن وسند الحديث وسند التاريخ والألقاب والأنساب وكذلك سند التزكية والخلق والأدب وسند الأصول والفروع والفروق والمقاصد ونحو ذلك وسند المقاومة والثبات والصبر فالأمة كلها بهذا السند بمعناه الواسع قوله صلى الله عليه وسلم إذا, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه او اذا اتاكم من ترضون الدين وخلقه فانكحوه كما ذكر روايه الشيخ محمد. اشاره الى الجمع بين الدين والخلق. كان يكفي ان يقال من ترضون دينه، فالدين هو دين الخلق ودين الاداب. الاسلام هو دين الخلق ودين الاداب. لكن مع ذلك ذكر الخلق كانه يشير الى ان الدين الذي جاء به هذا الخاطب انما هو دين بفهم خاص يركز مثلا على الشكل. يركز مثلا على التجزئة للأحكام على التمثل الذاتي الذي لا يرتقي إلى أخلاقية الدين ومقاصدية الدين وعمرانية الدين لذلك تأكد أو دعي إلى الخلق مع الدين فالخلق هو جوهر هذا الدين وهذا إشارة إلى الخلق في الزواج وفي الارتباط في حديث آخر ذكره فضيلة الشيخ محمد حديث الغلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك التأمل في هذا الحديث يعطينا معنى ظاهرا وأساسيا وهو أن هذا الغلام يتربى على هذه القيم الثلاثة أو الثلاث قيمة أن يسمي الله في أكله وقيمة أن يأكل بيمينه وقيمة أن 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 يأكل أمامه وأن يأكل بيمينه وأن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه هذا المعنى هو تدريب لهذا الطفل على المشترك الذي هو بمستوى هذا الغلام ما هو المشترك هنا؟ هو مشترك الطعام فالطعام يشترك فيه جمع ياكلونه في المقام نفسه الغلام احدهم كان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يربي هذا الغلام على المشترك في الطعام وهذا يشير الى المشتركات كلها بمعنى ابعد واوسع بمعنى المشترك مثلا نحن الان مشتركون في هذه القاعه في مشترك في برنامج اعلامي المشايخ مشتركون باداء هذا العلم الغزير وهذا الادب الكبير وفريق الانتاج ايضا مشترك بهذه الخدمه الفنيه الابداعيه وكل واحد منا له موضعه وله مقامه فهذا المشترك الاعلامي العلمي هو تدربنا عليه في سنتنا النبويه وفي مدارسنا وعلمنا المشترك الوطني المشترك القطاعي المشترك الانساني ولذلك واختم بهذا الغلام بمستواه العقلي المحدود تمثل هذا المشترك في طعام ي ي يعلمه ويستطيع ان يتمثل هذا الخلق الابتدائي وفق مستواه العقلي والقدره على الفهم والتطبيق وكلما تدرج هذا الغلام في الحياه الاجتماعيه والسياسيه والوطنيه تدرج في المشتركات بانواعها بحسب فهمه وقدرته على استيعاب هذه المشتركات والتمثل لهذا الحديث في تحقيق حياه مشتركه على اساس المشترك الذي جعله الله عز وجل للناس جميعا والارض وضعها للانام. تفضل يا اخ دكتور فضل. بارك الله فيكم. النقاش. لتضال النقاش حول الموضوع هذه النبي صلى الله عليه وسلم من من حيث وقف الشيخ حول الغلام هناك مصفوفة تربوية في القرآن حول الغلام لكنها نابعة من شيء من ما يمكن أن نسميها الانغماس في القدوة سئلت مرة وأنا على برنامج فضائي مباشر من أحد المتصلين كيف أقنع ولدي بالصلاة كيف يقتنع الولد بالصلاه؟ يعني تعبنا محاضرات، تعبنا اشرطه، تعبنا هدايا. قلت انت تقنعه بمجرد ان يراك فعلك ان تفز للصلاه، ان تقوم للصلاه. فاذا راك عده مرات، عده شهور، السنه اصبح ديدنك ان تفز اذا سمعت المؤذن ان تترك كل شيء بيدك وسيتربى كهذه مثل كما مثل هذه التربيه. ولذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى داود قال نعم العبد إنه ووصف ابنه سليمان قال نعم العبد نعم العبد إنه, إنه أواب الامتداد أنت الآن إذا لم تنغمس في القدوة وتجاهد نفسك أن تكون قدوة ولذلك كان بعض السلف يجاهدون أنفسهم لأجل أبنائهم واحد يطيل صلاته واحد يخشع وواحد يتكلف أمام ولده حتى حتى لا يراه على نقص إذا الإنغماس في القدوة الإنغماس التطبيقي وأخصر جملة أو من أخصر الجمل التي لخصت ثلاثة وعشرين سنة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن أخصر جملة ثلاث جمل يعني كان خلقه القرآن لخصت مجلدات في السيرة لخصت حياته عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن إذا إذا القدوة هي أهم شيء الشيء العملي التطبيقي أبناؤنا أسرنا مجتمعاتنا كيف كيف يحملون عنا هذا الخلق لو أنك تحاضره الكثير من المحاضرات أو تخطب أو تعمل فإن إن القدوة هي أهم محور من محاور حمل الأخلاق وأما بالنسبة بالنسبة للغليم التي ذكره أنا لاحظت في قصة لقمان في قصة لقمان كيف هذا المصفوفة في هذه الصورة المكية والخطاب المكي وأنت تكثر من الكلام حول القرآن المكي لأنه في الحقيقة قاعدة تربوية عظيمة كيف ربى على الأخلاق مع ربه أولا ثم مع والديه ثم غرس فيه عقيدة عجيبة عجيبة جدا وهي أن العالم جميعا لا يمكن ان حبه خردل يعني تحدي عالمي اذا رميت في الارض وهي وهي, وهي وهي مساحه الانسان، هل يستطيع البشريه ان تاتي لك بحبه خردل؟ ولكن اما بعد البعد الاخر وهو السماوات فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله وقد كتبها الله لك من الرزق، اي عقيده هذه؟ اي عمق يحمل هذا الطفل عن ثم ربه على الصلاة ثم على حتى حركة الوجه قال لا تصعر خدك للناس هذه ليست الأخلاق حتى المشي قال لا أقصد في مشيك يعني يجب أن حتى الصوت نبرة الصوت وكيف كيف يتكلم مع الناس يعني جوانب مختلفة من الأخلاق ومن التربية في هذه القصة أترك المجال آه الله فيك جزاك نعم. الله خير شيخنا الشيخ علي تفضل آه بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة لو قرأنا الإسلام واردنا ان نختصر الاسلام في كلمه نستطيع ان نقول ان هذا الدين هو دين الاخلاق في عقيدته وفي عباداته وفي تصرفاته حيث حتى كل العبادات الاساسيه الاركان الخمسه للاسلام مربوطه بالاخلاق الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الصيام لعلكم تتقون الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج طوال هذه الفتره تدريب على الاخلاق القوليه والفعليه وحتى يعني السكوتيه فلذلك اذا كان القران بهذا الشكل يركز بالاضافه الى قصه القصص التي ذكرها القران الكريم كما ذكر اخي الشيخ فضل وهي فيها قصة عظيمة جدا، قصة تربوية كبيرة جدا جدا، كل هذه القصص تمثلت في اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. لذلك حقيقة والتربية بالاخلاق من خلال تجربتنا الان في الامة وانا الحمد لله اصول واجول خاصة في اوروبا. معظم الذين دخلوا في الاسلام حقيقة دخلوا عن طريق الاخلاقيات التي شاهدوها من المسلمين وذكرت في إحدى الحلقات قصة جارودي وحقيقة أيضا حتى أنا التقيت بمراد هوفمان في ألمانيا أيضا كانت التي أثرت فيه أكثر كانت سكرتيرة تعمل في السفارة لكن كانت صاحبة خلق وأدب رفيع وشجعته على أن تقرأ على ان يقرا تفسير القران الكريم او باللغه الالمانيه وحينئذ بدا هذا الرجل ومن خلال الاخلاقيات الموجوده في المغرب من الكرم وما اشبه ذلك هذا الرجل اسلم وحسن اسلامه كذلك ايضا كثير من هؤلاء الذين اسلموا سواء كان الذين كتبوا مذكراتهم او لا فلذلك حقيقه الدعوه بالاخلاق من اعظم انواع التربيه وادوات والادوات المؤثره في الاخر، لانه حتى انا قبل اقل من سته اشهر اسلم رئيس جامعه لندن احدى الجامعات البريطانيه في لندن من اقدم الجامعات هنا موجوده في قطر فاونديشن دون ان اذكر اسمها بالتاكيد. ف... اسلم تقريبا كان الرجل عنده يعني حقيقه بعض يعني شبهات المهم لا اطيل جلسنا معه اكبر شيء عنده حقيقه الذي كان هذا عكس هذا اكبر شيء هو دخل في الاسلام كاد ان يسلم من خلال القران ولكن كاد ان يرتد عن الاسلام بسبب سلوكيات بعض المسلمين لغاية حوالي ستة أشهر من النقاش لغاية ما أقنعنا بأن هذه الأخلاق لا تمثل الإسلام انظر السيرة وكتبنا جبنا له بعض كتب السيرة وحينئذ أسلم وحسن إسلامه وزوجناه بامرأة مسلمة وعملنا له حفلة في اسطنبول والحمد لله رب العالمين الحمد لله تقبل الله منكم جهودكم وبارك الله فيكم جميعا وأيضا كما تعرفون يعني اندونيسيا وماليزيا كانت المنظومة الاخلاقية الاسلامية سبب في هداية الناس. نسأل الله ان ينفع بكم ويبارك فيكم اينما كنتم. تعالى <applause> لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي. تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعالى لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالس ملح البلاد فأنصت تفوز بالهدى والرشاد تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لاكمل هادي